هو المناضل الكبير والتاريخي. بهذه العبارة أعلنت أسرة السياسي الفلسطيني فاروق القدومي أبو اللطف وفاته في العاصمة الأردنية عمان بعد رحلة طويلة مع المرض. الراحل من مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ارتبط اسمه برئاسة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تقلدها عام 73 ويعرف بمعارضته الشديدة لاتفاق أوسلو. إسرائيل لن من خلال المفاوضات اللي بعدها إسرائيل لم تعطينا، وشكلت لجنة عربية من أربعة إنه اللاجئين يرجعوا. قلت لهم صح يرجعوا نفس الشيء يعني، فهذه بالفعل خدعة كبيرة، لكن نتأنى بالفعل ونعرضها على محامين شوف شو رايهم. فهذا الشيء بالفعل يجب أن نقلع عنه، لكن هو قال لا لازم، وبدك تروح تمضي لأن وزير خارجية أنا طلب منك أنت اللي تمضي. روح بالفعل. قلت له أنا بمضيش. اللي مضى أبو مازن اللي مضى. بمضيش. خذ أبو مازن. في بداية حياته السياسية انضم القدومي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي منذ أربعينيات القرن الماضي، وأثناء دراسته بمصر التقى ياسر عرفات أبو عمار وصلاح خلف أبو إياد ليتم تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني في نهاية الخمسينيات بمشاركة خليل الوزير أبو جهاد ومحمود عباس أبو مازن. في عام 69 رشحته حركة فتح لعضوية اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبح رئيسا لدائرتها السياسية في عام 73، وكان القدومي ضمن قيادات منظمة التحرير الفلسطينية التي غادرت بيروت إلى تونس في عام 83 بعد الغزو الإسرائيلي للبنان. ولد أبو لطف عام 1931 بنابلس بالضفة الغربية، وهاجر مع أسرته إلى مدينة حيفا في عام 1948 قبل العودة مجددا إلى نابلس. درس الابتدائية والثانوية في مدينة يافا، والتحق عام 1954 بالجامعة الأمريكية في القاهرة حيث أنهى دراسته في الاقتصاد والعلوم السياسية. شغل عددا من الوظائف والمناصب وعمل في مجلس الإعمار الليبي ثم بوزارة النفط في السعودية ثم بوزارة الصحة الكويتية.